تعالى بقى نروح لاسكندرية وموجة البرد والنوات اللي بتحصل، استعدادات محافظة اسكندرية للتصدي لموجة الطقس السيء وتوابع اللي احنا قرينا عنه كده، يقول لك ايه الأخدود العلوي. تعرضت أنحاء متفرقة من محافظة اسكندرية النهاردة لهطول الأمطار بس كانت متوسطة، صاحبها نشاط للرياح، وصل في بعض التوقيتات لحد العواصف، حصل انخفاض كبير في درجة الحرارة. خلونا ناخد معانا سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية. أهلا أهلا أهلا. مساء الخير يوسف بيه، ومساء الخير على السادة المشاهدين. إزاي الصحة يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله، النهاردة كله تمام الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. بالمناسبة أنا كنت الصبح في اسكندرية وشايف إن الدنيا ماشية زي الفل، ما شفتش حاجة وحشة الحمد لله لغاية دلوقتي. طيب كويس، يعني احنا عندنا الاستعدادات كلها جاهزة وتمام، مفيش أي مشاكل، مفيش أي زي ما يقولوا اختناقات مرورية بسبب الأمطار، مفيش الحمد لله تجمعات مية في حتة كده ولا حتة كده. يمكن أنا مشيت من حتة اللي على الوش، الحتة اللي مش على الوش أخبارها إيه يا فندم؟ ربما يعني اسكندرية طبعا عشان متعودة على الأنواع على مدار الشتاء كله، فطبعا احنا استعداداتنا بتبقى كبيره شويه عن اي محافظه اخرى، فاحنا كنا مستعدين وطبعا منسقين مع الارصاد الجويه. الامطار كانت طول الليل امطار خفيفه، بعد الفجر مباشره كان في امطار متوسطه على بعض الاحياء، اربع احياء تقريبا عندنا كان فيهم امطار، بقت من بعد الفجر امطار غزيره. الساعه 10 الصبح كان في امطار غزيره على منطقه العجمي، ووصل فيها يعني مش عاوز اقول سلوك بعض البرد في بعض المناطق، خبر. لكن كل الحاجات دي كلها الحمد لله كانت بسيطه بالنسبه لينا. اي تجمعات تم ازالتها سواء في الشارع الرئيسيه او الشوارع الجانبيه. الحاله المروريه جيده جدا، كانت اكاد اقول لكن امور طبيعيه ما فيهاش اي مشاكل. احنا كان يهمنا في اسكندرية سرعة الرياح، امبارح بالليل كانت قوية جدا، بالنهار كانت من حوالي 40 إلى 50 كيلومتر، وارتفاع الأمواج وصل من 3.5 إلى 4 متر تقريبا. كل دي أمور بالنسبة لنا في اسكندرية الحمد لله عادية. اللي بيهمني دايما الآثار اللي بتنتج عن نتيجة الرياح والعواصف دي، الحمد لله ما عندناش النهاردة أي خسائر. طبعا الرياح والعواصف دي لما بتوصل لاكثر من 40 ل 50 كيلو بتؤدي الى سقوط بعض البيوت او بعض البلكونات او سقوط الاعلانات اللي موجوده بتبقى مش متثبته كويس. كل دي الحمد لله امور النهارده تجاوزناها، ما كانش في عندنا اي مشاكل. الحركه المروريه طبيعيه. النوة دي احنا عارفينها اسمها نوة الشمس الصغرى وبتستمر لمدة 3 ايام. الشمس طلعت لمدة مثلا نص ساعة ساعة وبعد كده اختفت تاني. عندنا غيوم، في احتمالات بيد نزول امطار بكرة لكن اقل من النهاردة. الوضع طبيعي جدا بالنسبة لاسكندرية. المهم ان احنا الساعة 10:30 الصبح فوجئنا بطلب عاجل لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء وفيديو كونفرنس. الحقيقه اطمن على كل المحافظات واحنا موجودين، وتابع الحاله مع كل محافظه على حده والاجواء اللي فيها ايه والملاحظات اللي عندهم، او سواء كانت طرق اتقفلت او اي حاجه. الامور كانت في بعض المحافظات ثقيله شويه، لكن يهمني برضو انا بتكلم عن اسكندريه، لا الامور الحمد لله طبيعيه والحركه المروريه طبيعيه جدا. فتجاوزنا هذه المرحله. المدارس عندنا بكره ان شاء الله الامور برضه طبيعيه، ما فيش اي مشاكل ان شاء الله. يعني الدراسه مستمره بكره عادي عشان في ناس عماله تطلع في اشاعات وبتاع؟ لا، الاشاعات دي كاذبه نهائيا، ما فيش اي حاجه. جونا في اسكندريه احنا اتعودنا على الانواع دي، فالامور بالنسبه لنا طبيعيه. احنا ما بنعطلش المدارس الا لما يكون في نوه كبرى او تنسيق مع الارصاد يقول لنا بكره صعب جدا، فانا بدي بناء عليها اجازات، لكن الامور عندنا طبيعيه ان شاء الله. طب انا عندي رجاء بقى ست اللي هو بعد اذنك، الحته بتاعت العمريه، بما اني بقى جاي من اسكندريه على الطريق، الحته بتاعت العمريه واللي هو البنك الشهير الحته هناك، عشان مش هقدر اقول بقى، بس انا بحاول اودي لحضرتك النقطه هتبقى فاهمها كويس جدا. الحته دي زحمه وتريلات وميكروباصات وتوك توك وملاكي، كل حاجه، كل انواع وسائل الركوب والمواصلات موجوده، ودايما تفضل واقفه، يعني تفضل مثلا ثبات كده من غير حركه بالنص ساعه. دي هتتحل امتى يا فندم؟ اولا احنا بنتكلم عن منطقه
او موقع في تجمع سكاني. لو كنت بتقصد الطريق الصحراوي، ايوه هقول لحضرتك حاجه. طبعا احنا عندنا في المنطقه دي بعض الباركنج للتريلات الخاصه اللي بتروح للمينا، وده عامل لنا مشكله هتنتهي ان شاء الله في شهر 5 القادم. عندنا كوبري فيه بعض الاصلاحات، فبعض التريلات والعربيات بدل ما بتدخل كانت اتجاه الاستاد الرياضي، لا بتدخل من اسفل الكوبري، فعملت نوع من التكدس المروري. الموضوع ده يمكن ليه عده شهور متابعه متابعه جيده، وبنصف فيه مع المينا، وان شاء الله في شهر 5 هتتحل الازمه دي كلها باذن الله. يا ميسر الاحوال، اشكرك جدا يا فندم، كل الشكر لحضرتك. سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه. الحته دي زحمه جدا، بس كويس انها يعني ان شاء الله تتحل كده.